طبعا معانا احد نجوم النادي الاهلي اللي برضه ساهموا كلاعب وكمدرب وكمدير فني، كابتن محمد يوسف. اولا برحب بيك وجمهور النادي الاهلي كله بيرحب بيك في هذا اليوم، يوم جميل، عائله الاهلي كلها متجمعه داخل مقر النادي في الجزيره. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زي ما انت قلت يوم سعيد جدا، يوم جميل. النادي الاهلي دايما بيفتكر ولاده، وفي نفس الوقت كمان ان احنا نتجمع في حاجه زي كده دي حاجه جميله جدا. مجلس اداره مرتب لامم العيله كلها، عيله الاهلي، وفي نفس الوقت كمان النهارده هيعرضوا المشاريع بتاعتهم وهيعرضوا شغالين فيها بكل شفافيه، فدي حاجه طبعا تحسب لمجلس الاداره. وفي نفس الوقت كمان عايز اقول ان دايما الاهلي سباق في, في 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 الافكار بتاعته، سباق في مشاريعه، سباق في كل الافكار اللي بيقوم بيها. انا سعيد جدا ان اكون متواجد النهارده واشوف كوكبه من نجوم مدربينا اللي دربونا وزمايلنا. نتمنى ان شاء الله يطلع يوم جميل ان شاء الله. لما بترسم مبدا انك بتكرم ان الرموز واللي شاركوا في العديد من الالعاب الجماعيه والالعاب الفرديه، النهارده ممكن تشوف اجيال ما شفتهاش من سنين. كابتن يوسف، يوم زي ده لما بتجمع الرموز كلها مع بعض وشعار اسم عائله الاهلي، اسم عائله الاهلي مع النجوم النادي الاهلي، ازاي واثرها ازاي حتى على الجيل الصاعد، الجيل اللي طالع؟ طبعا دي بتعمل انتماء، بتعمل انتماء كويس جدا. وفي نفس الوقت زي ما انا بقول لك ان النهارده انت في ناس ممكن يكون الاجيال الحاليه ما شافتهاش، النهارده هتتكرم. والمدربين دول والكباتن دول يعني لعبوا ودربونا وليهم يعني عايز اقول تاريخ كبير. هيفتكروا في حياته، فانا سعيد جدا الناس دي بتسعى. طبعا كل من شارك في النادي الاهلي وكل من لعب في النادي الاهلي وليه تاريخ كويس، اسم كويس، فسعيد كمان التغطيه الجميله اللي عاملاها القناه طبعا لايف من الحدث، دي حاجه حلوه جدا. فنتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي دايما يبقى في يعني عايز اقول على البطولات بيفوز، وفي نفس الوقت كمان المقدمه. اختم معاك كابتن يوسف وبسالك على المشروعات والانشاءات اللي هتحصل خلال الايام القادمه واللي كابتن محمود الخطيب النهارده هيعلن عنها. واجهه النادي وكل شيء داخل النادي الاهلي هيكون معبر عن اللون وعن الشكل وعن الرسم الهندسي لقيمه النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي انا يعني اقول لك سواء مشاريع، سواء افكار تسويق لفريق كره القدم، سواء افكار مثلا التسويق الفرق بتاعته. فعايز اقول كمان انه على مستوى البطولات هو سباق، سواء الرابع اللي في التجمع الخامس، كل ليها سابق وهيبقى ليها حاجه فريده طالعه من ريحه النادي الاهلي. سعيد ان احنا بنعمل حاجات، يعني النهارده احنا النادي الاهلي داخل على فرعه الرابع، وما شاء الله يعني في بدايه ثانيه لسه فرعها الاول يعني. شكرا كابتن يوسف، شكرا جزيلا. ده كان لقاء مهم جدا مع كابتن محمد يوسف، وقبليه كان لقاء مع كابتن شطه لجيل التسعينات وجيل السبعينات. دايما